لأنه غالبا ما تستخدم هذه الأموال إما أن تكون نتيجة لعمليات إرهابية أو تستخدم في عمليات إرهابية. لأن الإرهاب يمول من مصادر صحيح. غير نظيفة. صحيح. فإما أن يكون المال التي مولت به العمليات الإرهابية هو نتيجة لغسل الأموال، أصل المال غير نظيف طبعا، نعم، يستخدم في العمليات أو ينتج من العمليات الإرهابية، عمليات سطو وعمليات كذا، فينتج منها مال. نعم. فيرتبط دائما جريمة غسل الأموال بالجريمة الإرهابية، وإلا فغسل الأموال ينتج من الاتجار بالأشخاص، ينتج من الاتجار في المخدرات، وهو أصلا في بداياته كان لصيق جدا في الاتجار بالمخدرات.